وجلس الشيخ للتدريس والمناصحة والكتابة في الدرعية، وصار الطلاب يتوافدون عليه، وجد من يؤويه ومن يناصره، صار الطلاب يتوافدون عليه. ثم إنه تكون الجيش للجهاد، فغزوا ما حولهم من البلدان ونصرهم الله على ما حولهم من البلدان، ودخلت تحت ولاية الأمير محمد بن سعود، بدل ما هو أمير على الدرعية فقط صار أميراً على نجد كلها، دخلت البلاد تحت إمرته، وقام جيش الجهاد في سبيل الله عز وجل، وقامت الدعوة. في هذه الفترة أهل الشر صاروا يلبسون على الناس إن ابن عبد الوهاب يبي يغير دين المسلمين، وأنه جاء بدين جديد، وأنه يكفر المسلمين، وأنه ومن ذلك أهل القصيم كتبوا له يسألونه. وهذا شيء طيب، إنك ما تصدق الشائعات، ما تصدق الشائعات، إنك تكتب للشخص تسأله. كتبوا يسألونه عن عقيدته، لأنه شوهت عنده، وقالوا إنه رجل خرج بكفر الناس وبيقتل الناس وبيغير دين الناس. وقالوا ما قالوا. الشيخ رحمه الله كتب هذه العقيدة، يبين عقيدته، وأن عقيدته هي عقيدة أهل السنة والجماعة، وأنه ما جاء بشيء جديد، وأن ما نسب إليه كذب. وكتب غير هذه الرسالة في ردوده، على في ردوده الموجودة في الدرر السنية على الشبهات، ومنها كتاب كشف الشبهات، الشبهات التي أثيرت حوله، أجاب عن الشبهات التي أثاروها حوله في هذا الكتاب. فهذا أصل هذه الرسالة، أنها جواب عن سؤال سألوه عن عقيدته. وكان القصيم فيه علماء أيضا في وقته، فيه علماء، وكانوا على اتصال بعلماء الشام الحنابلة. لما بلغهم خبر الشيخ وما أثير حوله كتبوا إليه يسألونه عن عقيدته، فكتب رحمه الله هذه الرسالة بينوا فيها عقيدته وما هو عليه، ويدفع ما شبه ضده. وهذه حالة الدعوة إلى الله، لا بد أن الذين يدعون إلى الله لا بد أنهم ينالهم شيء من الأذى، وينالهم شيء من التهديد والتخويف، ولكنهم يصبرون على ذلك، يصبرون على ذلك ويثبتون عليه، ويجيبون عن الشبهات التي تعترض سبيلهم. وهذا مما يؤكد على الداعية أن يكون عالماً، يكون عالماً يستطيع أن يجيب عن الشبهات، وأن يبين الحق من الباطل، يكون متسلحاً بالعلم. الشيخ ما باشر هذه الدعوة العظيمة إلا بعد أن تأهل لها، بعد أن تعلم والتقى بالعلماء في البلاد التي سافر إليها، وقرأ الكتب، ثم بعد ذلك باشر الدعوة وهو مسلح بالعلم والحجج، فنصره الله عز وجل مع إخلاص، مع إخلاص النية لله عز وجل، وأنه لا يريد علوا في الأرض، ولا يريد مالا، ولا يريد جاها، وإنما يريد وجه الله عز وجل، أريد نصرة هذا الدين وبيان الحق والنصح للخلق. فهو مشفق على الخلق إنهم يهلكون، وهو بينهم وعنده معرفة بالحق ويسكت، ما يسعه هذا. نعم.